السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الصابون البلدي من بواقي الزيت. ده زيت مستعمل. أنا عندي هنا النهاردة إن شاء الله 2 لتر من الزيت أو لتر ونص من الزيت، وكان عندي قطعة سمنة قديمة فسيحتها على النار مع بواقي الزيت اللي عندي، وهعمل منها صابون بلدي. أول حاجة بعملها ان انا بجيب هنا ده تمن بطاط، تمن اللي هو 125 جرام بطاط، بجيب ربع كيلو بطاط هنا 125 جرام، 125 جرام ده ربع كيلو بطاط. الربع كيلو لللتر، كل لتر من الزيت بياخد ربع كيلو بطاط. وبجيب معايا هنا نص لتر مية، وكمان بحط عليه ليمون. انا عندي ليمون، الليمون عفوا بس وقف، الليمون ده ليمون كان في الفريزر، ليمون اللي بيبقى شكله مش كويس او كده بعينه في الفريزر لحاجة زي كده بعمل بيه الصابون. فانا هنا هنزل بالميه الاول، ما ينفعش انزل بالبطاطس الاول يا جماعه، لازم انزل بالميه الاول. ادي نص لتر ميه هنزل بيه، وبعد كده بنزل بالبطاطس، هنزل بكيسين البطاطس واحط معاهم الليمون. بعد هوقف بس واحط البطاطس، معلش لازم اكون متمكنه عشان انا ماسكه الكاميرا بكده بايد، فهوقف بس احط البطاطس واحط معاهم الليمون. هنا زي ما حضراتكم شايفين انا حطيت البطاطس مع الليمون وهقلب. ناخد بالنا كويس ان يعني واحنا بنقلب بشويش كده عشان ما فيش اي حاجة تيجي على ايدينا او وشنا او كده. وطبعا انتوا عارفين ان البطاطس مع المية ده بيعمل حرارة ممكن يطلع ابخرها، فلازم يكون في مكان مفتوح وفيه تهويه جيده. انا بقلبه كده لغايه ما يدوب تماما. وهنا زي ما انتم شايفين حضراتكم هنا الليمون لونه كده بيغير لما بينزل مع البطاط، وتقريبا بيتهري ويدوب خالص. انا هنا بستخدم الهاند بلندر، والحمد لله الهاند بلندر بتاعي بلاستيك فبيبقى تنظيفه سهل وما بتفعلش مع الصابون، فالليمون ده بيدوب تماما مع الضرب بالهاند بلندر. نسيت اقول ان في المكونات برضو بجيب تقريبا كوبايه كبيره من الدقيق عشان انزل بيها وانا بعمل الصابون. طبعا كده انا قلبت الخليط، بسيبه عشان يبرد. بعد ما يبرد تماما هبدا احط الزيت والدقيق. هنا دي صينية حلويات مرتفعة مربعة، انا طبعا بغلفها كده بالنايلون خالص عشان الصابون بيتفاعل مع الالومنيوم، فبغلفها كويس بكيس بلاستيك وببدأ اصب الخليط بتاع الصابون فيها عشان ينشف. زي ما حضراتكم شايفين هو سمكه بيبقى عامل زي الكيك. بصب كل الخليط بتاع الصابون شبه الكيك. بالنسبة للليمون، طبعا الليمون لو من غير الهاند بلندر فمش هينفع في الطريقة دي، فانا بعمله في الخلاط، بعمل ليمونتين بضربهم في الخلاط واصبهم في بحطهم في الاول او بصفيهم وبحطهم مع المية. اللي ما عندوش هاند بلندر ما يعملش صابون، لا يقدر يعمل صابون يا جماعه
بالعصايه او بالخشب، معلقه الخشب، ونقلب كتير كتير. هو بياخد تقليب كتير بصراحه، فهو المشكله بس في التقليب. هنقلب كتير جدا لغايه ما نوصل للمرحله دي. بس فعلا الصابون ده ما شاء الله بتعمل كميه كبيره، وفي نفس الوقت الصابون بيوفر جدا وبيرغي. عيبه ان في ناس الصابون بيبقى زي الجل كده، او بيبقى ملمسه جيلاتيني شويه. بس هو انا ما بستخدمش، ما بمسكش الصابونه نفسها، انا بحط الصابونه في ميه وبستخدم الميه اللي بتطلع من الصابون، بترغي جدا وبتخلي المواعين زي الفل، خصوصا الالومنيوم اللي بيستخدم الومنيوم. انا الوقت هسيب الخليط ده ساعه او اتنين، وهتلاقيه بدا يجمد او ينشف. ببدا بعد ما يبقى في مرحله اللي هو ما بين اللي هو الصلب وما بين الطري، يعني يمسك نفسه، ببدا اقسمه كده واسيبه يكمل الصلاوه بتاعته. بعد كده افرده واسيبه يتهوى. ما استخدمش الصابون ده الا بعد شهر من العمل، يعني ما استخدموش على طول. ليه؟ عشان يكون البوتاس اتفاعل كويس مع الزيت وتأثيره يخف على ايه، على الايد. بيعمل كمية كويسة وبيرغي كويس جدا. هو في مشكلة اللي هي واحدة، ان الصابون بيبقى ملمسه جل كده غير الصابون اللي احنا بنجيبه من بره. بس انا بحط الصابون في مية وبستخدم المية بس، بستخدم مية اللي طالعة من الصابون، يعني مش بضطر ان انا امسك الصابون. او يا ريت يا جماعة واحنا بنستخدم، من اول ما اجي استخدم البوتاس استخدم الجوانتي تحسبا لاي حاجة في مجرد البخار انه بيطلع على الايدين، ساعات بيعمل مثلا مشاكل مع، خصوصا مع الجلد الحساس. فانت تستخدمي الجوانتي من اول ما تستخدمي، ما تيجي تحطي البوتاس، او مجرد ما تلمسي كيس البوتاس اللي استخدمي الجوانتي. الصابون انا بستخدمه بقالي كتير، حلو جدا وبيرغي وبينظف المواعين وبينظف الالومنيوم، وكويس جدا وبيوفر كتير جدا جدا اكتر مما تتخيلي في استخدام الصابون السايل والمساحيق الصابون والحاجات دي كلها. الصابون انا هسيبه شوية ينشف وهوريه لحضراتكم بعد ما ينشف ويتصلب وقبل ما اقطع. انما بالنسبة للنتيجة عندي، انا النتيجة الصابون عندي كنت عملته قبل كده. هنا بعد الصابون ما تصلب زي ما حضراتكم شايفين، هو خلاص هنا بعد 3 ساعات ونص بالظبط بدأ يجمد شوية. ببدأ اقسمه بالسكينة زي ما حضراتكم شايفين الحجم اللي حضرتك تحبيه. هنا انا قسمته ليه 20 قطعة صابون، حجمهم كبير. بعد كده بفرده عن بعضه واسيبه ينشف في الهواء ولمدة شهر. انا بحب اسيبه مدة طويلة بحيث ان ما يكونش حامي على الايد وانا بستخدمه، زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله. ياريت لو عجبكم موضوع النهاردة ما تنسوش اللايك والشير.